المصرية. كنا مستنيينها بقالنا فترة، طبعا بعد ما هما تعادلوا مع صن داونز. طبعا دي جت حاجة من عند برشلونة، يكون لينا فرصة كبيرة في التأهل، فاحنا إن شاء الله بكرة بالجماهير اللي معانا وإحنا معانا دلوقتي بنلعب على أرضنا، فإن شاء الله يكون الفوز نصيبنا الذهبي بإذن الله. ويكون مؤثر خاصة لأول مرة اللاعبين تتعرض لهذا الكمية العدد الكبير جماهير الأهلي. احنا بصوا كنا عايزين كمان العدد يكون أكتر، يعني الجماهير دي بتدينا حافز وبتدينا قوة لينا وبتكون بتدينا طبعا بتخلينا على قد مسؤولية وبتزود علينا المسؤولية أكبر. واحنا بنلعب في الملعب بيكون 11 لعيب، الجماهير بتكون اللعيب رقم 12، فاحنا إن شاء الله هنحاول بقدر الإمكان بكرة إن احنا ما نخليهمش يروحوا زعلانين. هنلعب من اول دقيقه لاخر دقيقه على قلب رب واحد، ومن اول نفس لاخر نفس، وان شاء الله بكره نكون يعني داخل من السيت اب كويس ان شاء الله. الفريق ديت ممكن تكون اول مشاركه افريقيه ليها، اول مباراه يلعبها قصاد الحضور الجماهيري كده. بص، هو احنا بعد ماتش كنا مكملين على طول في المصحف، وبعد كده رجعنا الاسبوع اللي فات كان اول يوم على طول اتكلمنا على الهلال. العباد كلها قعدت مع اللعيبه، غير اللعيبه الدوليه اول ما جت عملنا برضه اجتماع تاني اتكلمنا كلنا مع بعض، كلنا عارفين اهميه الماتش، ماتش مصيري بالنسبه لنا كلنا، طبعا عندنا الرغبه للفوز. احنا من اول الاسبوع اللي فات شغالين مع الكوتش، ذاكرنا الهلال كويس، عرفنا نقاط القوه بتاعتهم، هنحاول بقدر الامكان احنا نقفلها، واكيد نقاط الضعف بتاعتهم هنستغلها، وان شاء الله نطبق الكوتش قال عليه الاسبوع اللي فات ده كله، وان شاء الله نتاهل بكره ان شاء الله.